الفخار من أقدم الحرف التقليدية في شبه القارة الهندية، حيث يحاول أصحاب هذه المهنة في أيامنا هذه حفظ عراقة وأصالة هذا التراث المهدد بالانقراض. المزيد في تقرير مراسلنا طارق محي الدين من إسلام أباد. تمثل الحرف اليدوية معلما إبداعيا تزدهر قيمته عبر العصور، حيث تعكس التحفة مشاعر صانعها الذي يجسدها من خلال زخرفتها مستخدما أدوات بسيطة. فصناعة الفخار من أقدم الحرف التقليدية التراثية في شبه القارة الهندية. في قرية سيدفور عند أطراف العاصمة إسلامباد وفي بيت عفى عليه الزمان، يحاكي الأسطى نياز أحمد أدواته التاريخية والتي عزف عليها قبله أبوه وأجداده، لتعكس حرص أصحاب هذه المهنة على حفظ عراقة وأصالة هذا التراث المهدد بالانقراض. منذ 10 سنوات كثفت من صناعة هذه الأوعية للحفاظ على تراث أجدادي الذي يعود إلى أكثر من 5 قرون. مع ظهور التكنولوجيا قل استخدام الأواني في الطهي وانحصر اقتناء هذه القوارير للزينة، والزبائن عادة من السياح والطبقات الغنية وأصحاب المطاعم. تتم صناعة هذه القوارير من الرمل الخشن الممزوج بمادة الطفل وبملح السباخي، وتستخدم في صناعته آلة يدوية تقليدية قديمة تعمل بالدوران بالأرجل والأيدي، تظل الأكثر دقة لإنتاج أجود الأواني من الفخار، لا سيما منها المستخدمة كأدوات منزلية في المطبخ أو للأكل والشرب. اندثرت صناعة الأواعي الفخارية في باكستان منذ زمن لتنطوي معها صفحة من التراث القديم، ورغم ذلك فالباكستانيون اليوم يفضلون الذهاب إلى المطاعم التي تقدم المأكولات المطهية في الأواعي الفخارية. لا تزال هذه الحرفة تغرس بصماتها عبر العصور على الموروث الحضاري الإنساني، لتستمر في البقاء أمام هجمة التقنية الصناعية الحديثة، لا سيما في مجالي البلور والبلاستيك. والبعض يعيد ذلك إلى صلتها الوثيقة بحياة الإنسان وطبيعته التكوينية. في الأيام الغابرة كانت هذه القوارير تستخدم في الطهي، واليوم ورغم تقدم التكنولوجيا في هذا المجال، بيد أن كثيرا من المطاعم تفضل تقديم وجباتها المطهوة في أوان فخارية. صناعة الفخار اليدوية شهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، تمثلت في تطوير المنتوجات لا سيما المتعلقة منها بأدوات الزينة والديكور المنزلي على غرار التحف والمزهريات وغيرها، والتي أصبحت محل استقطاب من الباكستانيين في العاصمة والسياح الأجانب. طارق محي الدين، روسيا اليوم، من قرية سيدبور، إسلام أباد.